صباح الخير وأجمل تحية من القلب وجهها لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم فقراتنا عديدة، أنا رح أبديها مع رندا فهد وإيت سمارت. واليوم إذا مقررين تروحوا على البحر، نصائح مفيدة رح تعطينا رندا. صباح الخير صباح رندا. صباح النور ستيفاني. شو ما لازم ناكل بس نروح على البحر، وشو لازم ناكل تيكون عندنا لون حلو؟ 100% موضوعنا، ولكن المسابقة وأكيد خبريتك. الخبرية رح نبلش ستيفاني. أول شيء صباح الخير لجميع المشاهدين ولإلي. صباح النور. ورح نبلش بالكومبيتيشن. فإذا الكومبيتيشن تبعولنا مسابقة بيري لايت عم تقول هي اللي هي بعدنا ماشيين فيها، أي في زنك أقل، هل هو الشوكولا أو بذر اللقطين؟ فإذا الشوكولا المر أو بذر اللقطين، وحدة منهم فيها أقل مادة الزنك. طبعا المشاهدين عم بيجاوبوا عنا لنهار التنين بالليل، لأنه التالتة بنعلن اسم الرابح أما الرابحة على الفيسبوك بيجز أو ام تي في ألايف أو ار دي اف رندا دنيا فهد أو بيري لايت هيلث سنتر. ومن هون دغري رح انتقل لخبريتنا حتى الوقت ما يدهمنا. خبريتي ستيفاني لها علاقة بأكل البيبي. والبيبيز نحن مثل ما بنعرف انه من المتعارف عليه واللي بننصح فيه هو الامراه وقتها تولد انه تكون عم ترضع، طبعا الامراه اللي قادره انه تكون عم ترضع. ونحن بنقول انه على الاقل هو 6 اشهر، وبنقول انه منيح انه ما يكون عم يدخل اكل للبيبي بهيدا الوقت، يكون بس عم يرضع كرمال جهاز الهضمي وكرمال المناعه والى اخره. ولكن دراسه جديده انعملت ببريطانيا على عدد كثير كبير من الأطفال، تقريبا 1300 طفل قسمون لقسمين، في قسم خلوهم 6 اشهر بس يكونوا عم يرضعوا، القسم الثاني مع الرضاعة دخلوا لهم الأكل ابتداء من عمر 3 اشهر، يعني بعد ما خلصوا 3 اشهر. ولاحظوا انه الأولاد اللي عم يعطوهم أكل كانوا عم يتجاوبوا بأنه عم يناموا أكثر، عم يكون نومهم ثابت أكثر، يعني ما عم ينقذوا بالليل وهيك، وعم يكون نومهم مريح أكثر، حتى قبل النوم ما كثير عم يتنكودوا. هلا هون هالدراسه بتلفت النظر، لانه نحن دائما بعدنا عم نقول انه لا كملوا الرضاعه وما تفوتوا الاكل على بكير، ولكن هلا لانه الدراسه كثير كبيره ولانه كمان تبين انه 75% من الاشخاص ببريطانيا بيطعموا اولادهم الامهات بعمر اصغر، و25% منهم بيطعموهم حتى هن يرتاحوا بعد الست اشهر دائما بيقولوا مزبوط، بس هن بيطعموهم قبل لانه هالشيء بحسسهم انه الولد عم يرتاح عم بينام، وبالنتيجه كمان الام عم ترتاح. فهون مثل صار في وعي انه خلينا نعمل ونكبر هالدراسه لنشوف انه يعني بركي هلا احسن اذا نحن رجعنا فوتنا أكل قبل عمر 6 اشهر رح يكون احسن للولد، رح يريحه اكثر. فهون بس حبيت افتح هذه الخبريه لانه في دراسات جديده يمكن تقول لنا نرجع نطعم الاولاد قبل عمر 6 اشهر. شو ما لازم ناكل على البحر رندا؟ هلا الفكره انه نحن بدنا نروح على البحر ستيفاني، بدنا نروح حابين ناخذ لون، بدنا نروح نرتاح، بدنا نروح كمان صحتنا تكون منيحه، وبدنا نروح نقعد ريلاكس. فاول شغله في ناس بيفكروا فيها بتستغربي، بس انه في كثير ناس بحبوا يشربوا قهوه. صح. هلا شرب القهوه على البحر اللي بدي اقوله انه هو بيخلي افرازات معينه بالجاسترين تكون عم تفرز زياده، هالشيء بخلي الواحد بحاجه انه يفوت على التواليت اكثر، فمتى ما يكون عم يفوت على التواليت اكثر مزبوط اللي بيصير انه عم يظهر من جسمه مي اكثر، منه هو عم يتضايق لانه كل وقت بده يفوت على التواليت، ومنه عم يصير نشيف للجسم. فهي شغله منيح ننتبه لها. الشغلة الثانية بدراسات جديدة بينت مساوئ الكحول، ولكن بالتحديد النبيذ الأبيض. أوكي. فإذا النبيذ الأبيض بين أنه هو عم يروح أنتي أكسيدنس معينة من الجسم، وخصوصا إذا كنا قاعدين على البحر بمنطقة كتير شوب يعني، وخاصة إذا واحد شرب 5-6 كاسات. فهون كمان الانتباه لنحن المشروب اللي بدنا نشربه كمان على البحر. أوقات في واحد بيفكر أنه هيت لنشرب هول المشروبات اللي هي مجلدة اللي فيها كتير سكر، بحكي مثلا بيناكولادا. فبدنا ننتبه أنه هولي فيهم كتير كتير سكر، كتير كتير وحدات حرارية، كمان هولي بدنا نكون عم ننتبه لهم. هلا في شغله كمان بحب اقولها، في اشخاص بياكلوا بياخذوا معهم فواكه مجففه وبيكتروا منها، وانا بحب نبه انه الفواكه المجففه هي الفواكه بحد ذاتها بتحتوي فركتوز. نعم.
وقت ناكل مجفف عندنا تندنسي ناكل كميه اكبر، فبنكون عم ناخد كميه فركتوز اكثر، بنحسه لايت اكثر، ولكن هو ذات الشيء، هو ذات الشيء، لانه ما في مي بتحس الكمشه الصغيره مثل مثلا لو كان عنقود عنب بين كبير، كمشه العنب المجفف اما الزبيب ما رح تبين، صح، فبصير واحد ياكل زياده. وهون الفركتوز عند كثير اشخاص بتأدي للنفخه، وكثير من الاشخاص كلنا اللي بنحب تنزل على البحر بهمنا ما نكون منفوخين، فكمان بهيدا الوقت لكن التخفيف من الفواكه المجففه والتخفيف من المأكولات اللي هي بتنفخنا بالاصل، يعني ما فينا نروح نشتري ساندويتش طبوق مع الثوم وهو الثوم بينفخنا وقول انا بدي بين كثير ضعيفه على البحر. كمان نفس الاشياء انه ما في اقعد على البحر وكون عم بطلب صحن حمص وصحن فول وكون عم بدي بين فلات، فهول كم شغله حبيت انا نبه عليهم. مشان هيك من بعدها بتعرفي انا دائما بحب احكي على البوزيتيف، طيب شو الاشياء اللي لازم ناكلها؟ اول شيء رح بلش فيه هو السناكس اللي نحن فينا ناخذها معنا قبل ما احكي عن اذا بدنا ناكل اكل. فالسناكس اللي بدنا ناخذها جزر، طيب لأنه بيعطي لون حلو كتير منيح، ما زال بلشنا بالجزر بيعطي لون حلو، ليش؟ لأنه هو في الفيتامين A بموديل الكاروتينويدز، فإذا الكاروتينويدز هن موجودين بالجزر، موجودين كمان بالبندورة، فنحن فينا ناخد البندورة الكرزية لأنه كتير هين أنه نكون عم ناكلها. موجود كمان بالأشياء اللي هي حتى لونها أخضر، مثلا فينا ناخد سبانغ، هولي بيبي سبينتش، سبانغ الصغار كمان نكون عم نلقمش فيهم منا غلط. فإذا هولي أشياء هن عم يعطونا عم يحموا الجلد خاصة من السرطانات الجلدية، وخاصة اللون الأحمر مثل البندورة اللي فيه اللايكوبين، وبنفس الوقت هو عم يعطينا اللون أما التانينج. هيدا اللون ستيفاني عم ناخده من الكاروتين بس، لكن عم ناخده من الفيتامين اي، سو هون كمان مش غلط. الفيتامين اي فينا نكون عم ناخد حليب باودر مدعم بالفيتامين اي، فإذا نحن هون عم ناخد فيتامين اي كتير، وهيدي شغلة بتخلينا كمان يصير عندنا لون حلو تاني. فنحن فينا ناخده باودر ماكسيموم، هونيك ما بدنا نشربه سخن، فينا نحط عليه مي مسقعة، نشرب قنينة مي مسقعة ونكون عم نذوبه ونكون عم نشربه. فهي كمان شغلة بتساعدنا نكون عم نشرب مي، بتساعدنا نكون عم ناخد الكالسيوم، بتساعدنا نكون عم ناخد فيتامين اي اللي هو بيساعد على اللون. هلا قبل قد ايه لازم ناخد الجزر وهيك ناخذ لون؟ هلا بالحقيقه اللي انا عم بحكي قبل بوقت يمكن مش ضروري لقلك ليش، لانه اليوم نحن عم نحكي طب قاعدين بالبحر وبدنا ناخذ سناك، فخلينا ناخذها نحن قاعدين بالبحر بالطريقه اللي هي عم تنفعنا. بدي اعطي نوتس زغطوره هون، نحن اكيد فينا نكون عم نقصقصهم ناعم للخضره تبعولنا، نحطهم بكياس نايلون، فينا نحط ثلج بقلبهم، سو نحن وحاطين هالثلج فيها ضايين لوقت اطول حتى نحن ساعات اللي بدنا فينا ناخذهم. وهيدي الخبريه الثلج في استعملها لعده اشياء، فينا كمان نحن نقصقص هون كوسا ونكون عم ناخذه معنا، والثلج هو فينا ببساطه نكون عم ناخذ جبنه مقصقصه ومغلفه ومحطوط ثلج حواليها، وفينا ناخذ حمص بطحينه كمان نفس الطريقه. هلا نحن على البحر بناخذ معهم توست، ففينا نحن نعمل الدب مع الحمص طحينه، صار في بالسوق انواع كثيره من التوست، التوست اللي كثير رفيع، توست الاسماك، عم بحكي على التوست الطري، توست المدور، توست اللي كثير فيه قليل من النشويات، توست اللي فيه قليل وحدات حراريه، فهول كلهم فينا ناخذهم نكون عم نستعملهم كدب. هيدا عم نحكي انه نحن اخذنا سناك ارتحنا، وطبعا بدنا نجي على البيت بدنا نجي ناكل، صح. فأنا عم بحكي على السناكس اللي نحن قادرين ناخدها. بدي أرجع أحكي عن الفواكه هون، ما في ما أكون عم باخد فواكه، الفرق بين المجفف ومش مجفف إنه هون عم بحكي إنه ناكل قطعة أو قطعتين، يعني وقت عم بحكي عن الفواكه مجففة وقت أكل أربعة تين يعني أكلت قطعتين فواكه، سو التين مجفف أكلته أربعة خلص بسرعة، هون وقت عم باخد دراقة، وقت عم باخد ثلاث فواكه صغار، وقت عم باخد أربعة مشموش فيها مي كمان أحسن 100%، فيها مي عم تاخد وقت أكتر. هولي من الأشياء اللي كمان بيساعدوا البشرة وبيحموها، اللي هن الدراقة فينا ناخد، فينا ناخد المشمش، فينا ناخد الخوخ معنا. هلا كمان شغلة بدي زيدها، زيت الزيتون. هلا كثير أشخاص بدهنوا
زيت الزيتون على جسمهم حتى يكون عم يعمل لهم لون حلو. ولكن كمان بدي اقول انه نحن اذا بنتناول زيت الزيتون هالشيء بخلينا كمان بيعطينا لون حلو. فنحن فينا نعمل شغلتين إذا رايحين على محل قادرين ناخد أكلنا معنا، فهون عم نحكي فينا نكون عم ناخد السبانغ البيبي، فينا نكون عم ناخد الكوسة المقطع، فينا نكون عم ناخد الخيار طبعا، البتنجان المشوي كمان، وفينا نكون عم نعمل التتبيلة اللي هي فيها زيت الزيتون، الحامض، البلسامك اللي بنحبه، الأوريغانو، ونحطه عليها مثل السلطة. لا أو لا، نحن فينا نكون عم نشتري هيدا النوع من السلطة ونكون عم ناكله. أهم شيء كمان ستيفاني ما ناكل اشياء كثير دسمه، لانه نحن عم نهضمها بنكون كثير عم نشوب. واخيرا معلش رح وقف، ما ننسى شرب المي، ما في احكي على البحر وما اقول انه لازم تشرب وتشرب ونحط الاكرام كمان. ثانك يو رندا، هاف ا نايس ويكند، نشوفك الاثنين على الرد. مشاهدينا وقفه ومنتابع سوا لك.